السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلاب الصف التاسع. درسنا اليوم إن شاء الله عن الحادث المتمم على مجموعة عناصر الفضاء العيني اللي هو عناصر فضاء الإمكانات التي لا تنتمي لمجموعة عناصر الحدث ح بمتممة الحادث شرطة أو عدم شرطة ويرمز لها، يعني عندنا الحادث المتمم بنرمز له بالرمز هاء شرطة، ويمكن إيجاد احتماله إذا طلب مني احتمال استخدام احتمال الحادث المتمم استخدم علاقة هو شرطة تساوي شرطة هو الحادث المتمم بيساوي ناقص لا واحد ناقص لا مثال إذا كان فضاء الإمكانات لتجربة 3 و5 7 و9 11 و13 15 و17 19 و21 23 25، فأوجد احتمال الحادث المتمم من الحوادث. هذه دي كلها فضاء مطلوب مننا الحادث المتمم من الحوادث التالية. عندنا الحادث 1 بيساوي 11 و13 و25 25 و23 25 و23 و25 عايزين الحادث المتمم لها، يعني هنا من فضاء الإمكانات المتمم. طيب نستخدم القانون نكتب ح شرط تساوي واحد ناقص لام ح. لام ح هنا عندي 2، بكتب ناقص 2 واحد 2. فضاء الإمكانات عندي كم؟ 6 1 2 3 4. فضاء الإمكانات عندي 6 1 2 3 4 5. هنا ح واحد، ح واحد فيها كم؟ المتمم لح واحد، ح واحد فيها 2 1 2، يبقى عندي حقول 1 ناقص 2 6. الواحد ده بيساوي 6 على 6، 6 على 6. نلاحظ هنا عندنا المقام كم؟ 6. إذا الواحد ده حبدله ليه 6 على 6، 6 ناقص 2 بيساوي 4. المقام هنا بيكون هنا 6 على 6. إذا أبسط الأربعة تقسيم 2 يساوي 2 وستة يساوي 3. طيب ح 2 متممة ح 2 يعني 7 و5 19 19 21، دول كلهم موجودين هنا. عايزين نتمم هذه المجموعة يساوي لام 2 شرطة المتممة بيساوي 1 ناقص لامحة. لامحة فيها كم؟ فيها 3. إذا هكتب 1 ناقص 3 على 6. 3 هنا العدد 3 و6 اللي هي فضاء الإمكانات. 1 ناقص 3 على 6، قلنا الواحد بيساوي 6 على 6، فبدل 1 بكتب 6 على 6. 6 على 6 ناقص 3 على 6، 6 ناقص 3 يساوي 3، وأنزل المغام 6. إذا عندي 3 على 6. إذا عملت لها 3 تقسيم 3 1 و6 تقسيم 3 2. طيب عندنا ح 3 مجموعة خالية، نجيب لها المتمم اللي هي لام ح شرطة يساوي 1 لام ح 3. لام ح 3 مجموعة خالية، مجموعة خالية عن صفر، بكتب 1 ناقص 0. 1 ناقص 0 بيساوي 1، اللي هي بدينا لام ف مجموعة عناصر فضاء الإمكانات اللي هي 6. 6 قلنا 4 4 ح 4 ح 4، 1 2 3 4 5 6، ده 6 عناصر.
لام حاء شرطة أربعة تساوي واحد ناقص لام حاء. لام حاء عندنا كم؟ ستة. إذن عندنا واحد ناقص واحد صفر. إذن لام حاء لام حاء بتساوي لام تساوي خالية ستة بتساوي صفر. إذن مجموعة خالية. مثال خمسة، إذا كان احتمال إصابة الهدف في لعبة إصابة الهدف يساوي 762 من 1000، فما احتمال عدم إصابة الهدف؟ عدم إصابة الهدف اللي هو حادث المتمم. لام ح شرطة بيساوي واحد ناقص لام ح. لام ح شرطة بيساوي واحد ناقص لام ح. واحد ناقص لام ح. لام ح كم هنا عندي؟ 762. إذن حقول واحد ناقص 762 من بيساوي 238 من 1000. إذن عندنا عدم إصابة الهدف اللي هي الحادث المتمم لام حاء شرطة بيساوي 238 من 1000. الواجب تدريب 7 صفحة 224. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.